اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني، عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي ولا مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى دي فيها اربع ايام خاص، الميت تروح كده ولا يهمك. تعالى بس تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطرين في ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فاهمه تقيل شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حسابها بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطرفي بيل يكسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ. انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه؟ 6 مليون جنيه؟ 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك 4؟ لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا إخواني، أنا هلعب معاكم اللعبة دي بس آخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حرامية، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافية. السلام عليكم. تعالى مرحبا. سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غرفة 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغرف 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطري. فيه اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد.
بس كله لهف. لكن في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. أنا قلت لك قبل كده الإنسان قدام الحكومة مجموعة أوراق، وكل أوراقك أنت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير إنك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ ها يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رأيك. خارج اسوار السجن. السجن ايه واحنا بنلعب؟ ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابو نتلي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. شجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا ايوه معايا البطاقة طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشهر جاهز، ومعادنا معاه بكرة. على خير الله. يلا بقى. ما أنت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وأنتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. سلام ورحمة الله. ناقصين 30 جنيه. انا عديتهم 3 مرات. التلاتة مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عن عني وعن عفيتي. اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. ده نقطة. سلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ رجع البلد قبل المغرب ما يدى البلد ده. انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى. شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش. هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا اهلا وسهلا. انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن.
نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيرة لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟